أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من يمن مونيتور: إيران تعلن تصديرها ملابس إلى اليمن. من المشاهد نت: مدير فرع وكالة سبأ في العاصمة المؤقتة: أخبرناهم أننا من أبناء عدن فطردونا من مكاتبنا. ومن الأخبار المنوعة: السجن 20 عاما لرجل أنقذ 5000 لاجئ من الغرق في المتوسط. أهلا بكم. المخيمات لم تكن واردة في حياة اليمنيين، لكنها وبعد 5 سنوات من الحرب أصبحت واقعهم. ويعنون موقع المصدر أونلاين في صفحته الرئيسية: سكان مخيم الجفينة يواجهون مآسي النزوح والإهمال ودرجة حرارة تتجاوز 40 درجة. النازحة أم سماح، أم لثلاثة أولاد، يقبع زوجها في سجون الحوثيين بالحديدة منذ أكثر من 9 أشهر، تروي معاناتها قائلة: كنا ساكنين في منزلنا آمنين في مدينة الحديدة، خرج زوجي من البيت يوم جمعة ونحن لا نمتلك لقمة العيش ولم يعد، وفي الساعة 4 عصرا وصلتنا أخبار أن الحوثيين اختطفوه. تضيف: بعنا بطاريتنا وطاقتنا الشمسية وحملنا ما استطعنا ونزحنا من مدينة الحديدة إلى صنعاء وإلى رداع ثم أخيرا إلى مارب. في المخيم تعيش العائلة الصغيرة حياة بؤس إلى جانب الحزن والقلق على رب الأسرة المغيب في سجون الحوثيين لا تعلم عنه شيئا. تقول الأم: حالتنا بائسة في مارب، لا أحد يمد يد العون، وولدي كان يقوم ببعض الواجب لكنه الآن مريض بتكسر في الدم، يعمل يوما ويتوقف أسبوعا ويحتاج للعلاج. ورأى كل نازح في مخيم الجفينة قصة مأساة، منهم من نزح عدة مرات، ومنهم من فقد عائل الأسرة، ومنهم من يقبع رب أسرهم في سجون الحوثيين، ومنهم من نزح من مدينة مارب إلى هذا المخيم نظرا لارتفاع إيجارات المساكن. في مخيم الجفينة الواقع بالقرب من مدينة مارب تعيش قرابة 3000 أسرة أوضاعا صعبة، حيث تفتقر معظم الخيام إلى الحد الأدنى من الظروف الملائمة للإقامة فيها. أعلن رئيس اتحاد مصنعي الملابس والبائعين في إيران أن بلاده تصدر الملابس إلى عدة دول مجاورة إلى جانب اليمن. ويعنون موقع يمن مونيتور: إيران تعلن أنها تصدر الملابس إلى اليمن. وحسب وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، فقد أشار أبو القاسم الشيرازي إلى أن السوق المحلية لصناعة الملابس في إيران مشبعة، مضيفا: في الوقت الحالي يتم تصنيع ما بين 70 و80% من الملابس في السوق الإيرانية من قبل الشركات المصنعة المحلية. قال إن بلاده تصدر الملابس إلى دول مجاورة مثل العراق وأفغانستان واليمن. قال الموقع أنها المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن تصدير الملابس الإيرانية إلى اليمن في ظل الحظر المفروض على إيران وعلى الحوثيين في اليمن. لم تنتهي اللعبة، كيف أن الأبطال الاعتياديين للربيع العربي ما زالوا يقاومون. تحت هذا العنوان كتب ديفيد هيرست مقالا نشره موقع عربي 21. حين مول التحالف السعودي الإماراتي ونظم الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الأول والوحيد الذي ينتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث، كان يفترض في انقلاب 3 يوليو/تموز عام 2013 أن يبدأ عصر جديد من السلطوية وفي كل أرجاء العالم العربي. ولكن بعد 6 أعوام لا يبدو أن الأمور تسير بناء على الخطة المرسومة. بعد 6 أعوام باتت مصر تغلي سخطا، فالطبقة الوسطى تئن تحت وطأة الضغط الشديد، والفقراء يزدادون فقرا لا يعلم أحد أو متى سينفجر البركان. وفي الجنوب تمضي انتفاضة السودان بلطف، ولكن بعد أن ارتكبت مذبحة شبيهة بتلك التي وقعت في 4، وتبقى الحركة الاحتجاجية رغم كل شيء صامدة ومركزة وواضحة الرؤية إزاء من الذي يقاتلونه وما الذي يقاتلون من أجله. لا شيء من هذا يشير إلى أن اللعبة قد انتهت. إن الدول العربية الأقوى هي الدول الأكثر قمعا،
وأيادي حكامها مخضوبة بالدماء حتى باتوا يشعرون بأنه لم يعد أمامهم طريق للعودة. لا شيء يمكنه أن يحول دون استمرارهم في الحكم لأربعة عقود قادمة سوى رصاصة أو قنبلة، وخاصة أنهم يجدون في دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لدعمهم وتسليحهم. وهذا ما يجدونه أيضا في القوى الأوروبية، لديهم وفرة من المال والسلاح، وبإمكانهم شراء المرتزقة كلما احتاجوا إليهم، وشكلوا تحالفا استراتيجيا مع إسرائيل التي تملك أقوى جيش في المنطقة. إلا أن المشروع نفسه، أي مشروع إطلاق نموذج من الحكم السلطوي، يبوء بالفشل. في هذه الأثناء تتنامى في عام 2019 مطالب العدالة والشفافية والمشاركة في صنع القرار لتصل إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2011. ورغم موجة القمع الهائلة التي تستخدم ضد الأبطال العاديين لهذه المعركة الملحمية، فإنهم مستمرون في المقاومة. تحدث موقع المشاهد نت في تقرير خاص عن المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون في العاصمة المؤقتة، حيث أصبحت منطقة لجذب عمل الصحفيين اليمنيين، وعنون الموقع: اقتحام وكالة سبأ ليست آخر الانتهاكات بحق الصحفيين في عدن. يسرد الموقع ما حدث صبيحة 3 يوليو، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي مبنى فرع وكالة سبأ للأنباء في مدينة عدن، وقاموا بتكسير أجزاء من المبنى، كما منعوا العاملين فيه من مزاولة مهامهم. وما يزال المبنى قيد الإغلاق، وما يزال الصحفيون والموظفون العاملون في الوكالة مهددين بالقتل في حال دخولهم المبنى. يقول محمود ثابت مدير عام فرع وكالة الأنباء اليمنية سبأ في عدن: تفاجأنا بقدوم مجموعة من المسلحين يتبعهم أشخاص يحملون لافتات مكتوبا عليها نرفض تواجد وكالة أنباء النظام اليمني في عدن. قاموا باقتحام مكاتب الوكالة وتحطيم لوحة الوكالة وإنزال العلم وكتابة عبارات على جدران المبنى تفيد بأن العمل في الوكالة توقف. يتابع: أخبرناهم أن الذين يعملون في الوكالة من أبناء عدن، لكنهم أصروا على إغلاق المبنى وتهديدنا بالإغلاق النهائي في حال قيامنا بفتحه. يضيف ثابت: ما زاد من حزننا أنه لا أحد في الحكومة قام بالتواصل معنا والسؤال عن أحوالنا، الجميع تهرب منا للأسف، لقد أصبنا بالإحباط. ظلت تؤمل بعودة ولدها إلى المنزل بعد اختفائه طوال 3 أشهر، لكنه عاد جثة هامدة ملفوفا في قماش أبيض ومغطى بكيس مطاطي يطلق عليه الحوثيون كفن الشهيد. هذا مفتتح تقرير نشره موقع قناة بلقيس بعنوان: التجنيد والاستقطاب الحوثي استراتيجية قاتلة للأطفال في اليمن. يروي الموقع ما حدث مع إحدى الأمهات في حين شاهدت سيارة رباعية الدفع تقف أمام منزلها وشبابا مسلحين يترجلون من ظهر السيارة ويقفون في الأرض ويطلقون الأعيرة النارية في الهواء. أسرعت إلى المكان لترى ماذا يحدث، لكنها كانت المفاجأة المفزعة وهي ترى جثة ملفوفة في كفن يحملها هؤلاء الشباب ويصرخون: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أحد الشباب اقترب من الأم خطوات وسألها: هل أنت أم الشهيد عبد الله حزام؟ مبروك عليك، لقد نال ولدك الشهادة. حينها لم تتملك الأم نفسها وسقطت على الأرض وصرخاتها تدوي في القرية. لم تكن السيدة نعيم الوحيدة التي استغلت ميليشيا الحوثي ولدها واستخدمته وقودا لمعاركها ولقي حتفه، فهناك مئات القصص ليا فعين وشباب يمنيين من مدن ومحافظات مختلفة تم استدراجهم إما باستغلال حاجتهم أو التأثير عليهم فكريا وطائفيا أو اختطافهم والزج بهم في المعارك ليلقوا حتفهم وتعيدهم الميليشيا إلى أسرهم في أكفان. مهاجرون لا بواكي لهم، تحت هذا العنوان كتب المهدي مبروك مقاله في صحيفة العرب الجديد. أحيا العالم قبل أيام اليوم العالمي للاجئين في سياق مؤشر لا يدل على تراجع أعدادهم أو تحسن أوضاعهم، بل تؤكد كل المعطيات والمؤشرات خلاف ذلك زيادة أعداد هؤلاء في السنوات الأخيرة.
بحكم موجات الحروب الأهلية التي مزقت أكثر من بلد، علاوة على الكوارث والجوائح الطبيعية وكذلك ظهور سياسات متشددة تحاصرهم وتضع آلاف الأسيج التي تمنعهم من الهروب بحثا عن مناطق آمنة. إذا لم تأتي الخيرات يزحف إليها الرجال طوعا أو كرها. هذه الحكمة التي ظلت ترددها الشعوب انطبقت على بلدان الجنوب وشعوبه خصوصا. سنويا يقصد مئات آلاف الأشخاص أفرادا وجماعات البلدان الأوروبية سالكين طرقا برية وعرة، حتى إذا وصلوا إلى دول شمال أفريقيا امتطوا قوارب الموت ليعبروا البحر. يسقط كثيرون من هؤلاء المهاجرين فريسة سهلة قبل وصولهم إلى شواطئ العبور في شمال أفريقيا لشبكات المتاجرة بالبشر، حيث يتم استغلالهم، وهو الذي لا رادع له في ظل ضعف تلك الدول وانهيار أجهزتها الأمنية وتنامي نفوذ شبكات الجريمة. وقد نقلت تحقيقات صحافية من الأكثر موضوعية ومهنية مئات الحكايات الحزينة والمؤلمة عن استعباد المهاجرين وبيعهم رقيقا في المزاد العلني، كما نقلت لنا صورا مروعة عن تعذيبهم وقتلهم بكل عبث وقسوة، علاوة على قصص الموت المفاجئ الناجم عن ألغام ورصاص طائش قصف أحلامهم البسيطة. مع تشدد سياسات الهجرة خلال السنوات الأخيرة في دول الاتحاد الأوروبي والتي كان من نتائجها منع إرساء سفن الإنقاذ التي تنظمها منظمات غير حكومية عديدة في موانئ هذه الدول، فضلا عن تقليص الميزانية المعتمدة لتيسير عمليات الإنقاذ الإنسانية في عرض المتوسط، تحول هذا البحر إلى مقبرة مائية عائمة. يموت هؤلاء وهم المحتجزون في ظروف غير إنسانية في قصف صاروخي، إنها جريمة نكراء، ولكن ضحاياها مهاجرون لا بواكي لهم، ولن يتحرك ضمير العالم للتحقيق في ملابسات قتلهم. سيظل الجنرال المتمرد خليفة حفتر يصطاد المزيد منهم. معرض نوعي تشهده تعز ويعنون موقع الصحوة نت معاناة نساء تعز في معرض تشكيلي لرابطة الإعلاميات. قال وكيل أول المحافظة عبد القوي المخلافي: نتطلع لقيم المرأة اليمنية بدور أكبر في المشاريع الاجتماعية والإنسانية وجهود تطبيع الحياة، مشيدا بنضالات المرأة اليمنية وإسهاماتها الفاعلة في تطبيع الحياة. أضاف: المرأة في تعز لها أدوار مشهودة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والإنسانية. ووفقا للموقع، اشتمل المعرض على لوحات وأعمال تجسد مختلف صور المعاناة التي عاشتها وما زالت تعيشها نساء تعز خلال سنوات الحرب والحصار. ونطالع في ترجمات البي بي سي ما جاء في صحيفة الأوبزيرفر تقريرا يلقي الضوء على رجل الإطفاء الإسباني ميغيل رولدان الذي أنقذ نحو 5000 لاجئ من الغرق وسط البحر الأبيض المتوسط. يقول كاتب التقرير إن رولدان يواجه السجن في إيطاليا لمدة 20 عام بسبب إنقاذه اللاجئين من الغرق. ونقل كاتب المقال عن رولدان قوله أنه في صيف 2017 أخذ عطلة لمدة 20 يوم من عمله واتجه إلى البحر المتوسط، مضيفا أن دافعه لم يكن الاستمتاع بمياه البحر أو شواطئها الرائعة، بل جذبه وجوه اللاجئين اليائسة التي تحاول العبور من ليبيا إلى إيطاليا بعد أن تصدرت صورهم صفحات الجرائد وأغلبية التقارير الصحفية التلفزيونية. وقال كاتب المقال أن رولدان أنقذ نحو 5000 لاجئ من الغرق، وعندما عاد لعمله كرجل إطفاء استطاع باقي فريقه إنقاذ 14,000 آخرين. وقال رولدان: رأيت الكثير من الألم والعذاب والموت. يضيف: كان الأمر مروعا، حاولنا القيام بكل شيء بشكل قانوني إلا أننا اصطدمنا بالكثير من البيروقراطية، الأمر الذي أدى إلى خسارة أرواح الكثير من اللاجئين. وأضاف: في بعض الأوقات تركوا ليغرقوا لأننا لم نأخذ الإذن من الإيطاليين لإنقاذهم. وأشار كاتب التقرير إلى أن رولدان وطاقمه البالغ عددهم 6 يواجهون السجن لمدة 20 عام لاتهامهم من قبل السلطات بتشجيع الهجرة غير القانونية أو غير الشرعية ومساعدة مهربي البشر. استقلال أمريكا عدوة الاستقلال، تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله في صحيفة الغد.
احتفلت أمريكا يوم الخميس الرابع من تموز يوليو بعيد استقلالها، وفي الحقيقة كان صدور إعلان الاستقلال الأمريكي في مثل هذا التاريخ من عام 1776 علامة فارقة في تاريخ العالم. كان ذلك الإعلان مغيرا لسيرورة التاريخ حقا، فقد آذن بولادة أمة جديدة قوية خلف المحيط، والتي تمكنت في وقت قصير نسبيا من فرض هيمنتها على العالم والتأثير أكثر من أي أحد آخر في المصائر الفردية والجمعية للناس في كل أركان الكوكب ولوقت طويل. بالنسبة لنا نحن العرب، كنا نحن الضحايا الدائمين لنشوء هذه الدولة التي استهدفتنا كل الوقت. فمن ناحية تحالفت هذه الدولة دائما مع أنظمة عربية بمواصفات تتعارض تماما مع المبادئ التي يدعيها إعلان الاستقلال الأمريكي، ودعمتها فيما يتعارض مع رغبات الشعوب العربية، وحرصت أمريكا على إفشال أي اتجاهات للوحدة العربية وإبقاء المنطقة مقسمة لتكون قابلة للابتزاز والتخويف ونهب ثرواتها وإخراجها من المنافسة. ومن ناحية أخرى ظلت الولايات المتحدة الراعي الأكبر للكيان الصهيوني وشريان حياته، واستخدمت أمريكا كل نفوذها لمنع استقلال الشعب الفلسطيني ونيل الحرية والحقوق التي اعتبرها إعلان الاستقلال هبات إلهية غير قابلة للتصرف. ما من دولة أخرى تصادر حقوق الناس في تقرير مصائرهم في كل مكان تقريبا، أو تنتج وتبيع من أدوات القتل والدمار وتبرع في تأجيج الصراعات مثل الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تعتقد أنها تتمتع بتفويض إلهي في محاكمة الآخرين والتقرير عنهم والتدخل في شؤونهم دائما في تجاهل للمؤسسات الأممية والقرارات الدولية وضد مصالح الشعوب. كان استقلال أمريكا في الحقيقة وبالا على العالم ومبتدأ لتقويض فكرة الاستقلال، سواء استقلال الإرادة أو الأوطان. والأولى بالأمريكيين في ذكر استقلالهم أن يتوقفوا ويروا أين هم من المبادئ التي تأسست عليها دولتهم، والتي ربما كان العالم ليكون من دون استقلالها أفضل بكثير. مأساة عائلية في مياه نهر الدانوب بجنوب شرق ألمانيا. أب يضحي بنفسه في محاولة لإنقاذ أطفاله وفتى آخر من الغرق ليعثر على جثته على بعد 40 كيلومتر. تفاصيل الحادث وخلفيات العائلة في هذا الخبر حيث عنوان موقع الدي دبليو. نجا من نار الحرب السورية ليلقى حتفه في مياه الدانوب، وقضى لاجئ سوري غرقا في نهر الدانوب إثر محاولة إنقاذ أولاده وفتى آخر من الغرق. وفي التفاصيل أن الأب البالغ من العمر 46 عاما لم يتردد في القفز لإنقاذ الفتية الذين تمكنوا من النجاة بمساعدة شخص آخر، بيد أن النهر ابتلع الأب وجرفه مسافة 40 كيلومتر، واستنفر أكثر من 90 فردا من الشرطة وفرق الإطفاء والصليب الأحمر في ولاية بافاريا وطائرة مروحية للبحث عن الرجل قبل أن يعثر على جثته قرب مدينة باساو على الحدود مع النمسا. وحسب أحد أصدقاء الفقيد فإن الرجل ينحدر من الغوطة الشرقية ونجا من الهجوم الكيماوي عام 2013. تقول صحيفة الشرق الأوسط في أخبارها المنوعة أنه تم كشف النقاب عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب قرب مسقط رأسها جنوب شرقي سلوفينيا. الفنان المحلي إليس زويفيتس نحت التمثال بتكليف من الفنان الأمريكي المقيم في برلين براد داوني، ويتزامن الكشف عن التمثال مع معرض لداوني في ليوباليانا عاصمة سلوفينيا البلد الصغير الذي شهد نشأة ميلانيا. التمثال عبارة عن شكل محفور غير مميز الملامح، لكن باقي الجسد يظهر الثوب الأزرق الذي ارتدته ميلانيا أثناء حفل تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. تمثال ميلانيا أثار ردود فعل متباينة، البعض سخر منه والبعض رأى أنه عار، مؤكدين أنه لا يشبه ميلانيا بأي حال من الأحوال، بينما أعجب آخرون به. الفنان داوني صاحب فكرة التمثال قال أنه أراد تسليط الضوء على مكانة ميلانيا ترامب بوصفها مهاجرة متزوجة من رئيس تعهد بالحد من الهجرة، كما أنه يريد بتصميم هذا التمثال إجراء حوار عن الوضع السياسي الأمريكي. يواصل الصحفي الخارج من معتقلات ميليشيا الحوثي سرد ما تعرض له في المعتقل، ويقول سامي نعمان في جزء من مقاله الذي تنشره بالقيس: طلب مني أن أبصم، قلت له كيف أبصم وأنا معصوب العينين؟ قال لا تخف هن أقوالك.
قلت له أنا متأكد أريد أن أقرأ ما أعجبك من كلامي. قال وقع ولا تخف، فأمسك بإبهامي وضغط بها على 5 أوراق تقريبا، وأنا أقول له أبصم وأنا مغمض العينين بصمت على ورق أبيض وأنت أكتب ما تريد. أحدهم عرفته لاحقا وأدركت صوته، كان إلى جوار المحقق 5 ساعات صامتا يستمع إلى إفادتي، وعندما انتهت الأسئلة نهض وتحرك مغادرا متحدثا للمرة الأولى متنمرا شاتما أمي وأبي. قال الصحفيون خونة ومرتزقة يبيعون دينهم ووطنهم، وهذا المرتزق يقصدني لن يصحو إلا بتربية انفرادية ومنع زيارة وضرب لما يصطدي. ليلتها عدت للزنزانة 33، والليلة التالية استدعاني المحقق ودردش معي حوالي 30 ساعة دردشة عابرة، وأخبرني أنه بعد 2 إلى 3 أيام سيرجع الأمر من القيادة ويقولون كلمتهم، وإن شاء الله ما يكون إلا كل خير. ثم أمر المرافق بنقلي إلى الدور الأرضي الذي مكثت فيه بقية الأسبوع. وصبيحة اليوم الذي نقلت فيه للزنزان الأرضية، وبمجرد أن وجدت نافذة صغيرة تطل على الحراسة المحيطة وأغلبهم من أبناء منطقة الهشمة، دونت أرقاما في ورقة قصدير صغيرة انتزعتها من باكت سجارة ودونت فيها أرقاما وماذا أريد منهم ورميتها داخل الباكت، وبها 1500 ريال كانت بحوزتي. طلبت منه إبلاغ 3 من الأقارب والأصدقاء أني موجود في عمارة المدعو أبو يحيى، لأنهم سينكرون وجودك إذا جاءوا ليسألوا عن فلان دون أي معلومات إضافية. طلبت من أحد الحراس أن يبلغ أصدقائي أني معتقل. أبلغت أقاربي أن يرسلوا لي ملابسي ومصاريف كافية بعدما رأيت أبرياء الناس معتقلين لأشهر دون تهمة أو تحقيق. أدركت أني وقد حققوا معي 5 ساعات قد أبقى 5 سنوات على الأقل. تعبر وجوه الأطفال عن مشاعرهم الصادقة، وقد تمكن مصور صحيفة الاندبندنت من توثيق لحظات الأطفال وهم يحاولون الخروج من واقعهم في مناطق الصراع ورسم بسمة على وجوههم رغم ما يحدث لهم. نتابع. أصبح الكاريكاتير فنا قائما بذاته، ومن خلاله يتم التعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية، وكبقية الفنون امتلك الكاريكاتير روادا وجمهورا واسع. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.